اسمي نيفين وجدي، بشتغل مديرة البرنامج ثقافي في مصر، بدير محافظات على مستوى كل مدن الصعيد. أنا جيت يعني بقضي أسبوع في أسفي، وبصراحة يعني هي مش أول مرة أزور فيها المغرب، بس أول مرة أزور فيها مدينة أسفي. المدينة أكتر من رائعة، الناس اللي فيها يعني كلهم ترحاب، يعني بيعملونا بطريقة جميلة جدا، فرحانين بينا وبوجودنا في وسطيهم، ومش محسسين ان احنا جايين من حتة تانية، بالعكس يعني محسسين ان احنا في بيتنا وسط اهلنا. المدينة دي جميلة جدا، هي على البحر المحيط، يعني حاجة كده روعة، والمناظر الطبيعية فيها جميلة جدا. الشوارع نظيفة، ناسها مهتمين بكل التفاصيل، يعني ما هماش الناس بسيطة وجميلة، ولو انت ماشي محتاج تسأل على حاجة فين ويقول لك، يعني بكل صدر رحب كده، ويقف معاك وياخد ويدي معاك، وانت منين ومن مصر وحبايبنا. فبصراحة يعني معاملة فوق الوصف، انا بصراحة ممتنة جدا، ما بنلاقيهاش في دول يمكن في اوروبا. الناس ما لا بيبصوا على بعض ولا ليهم دعوة بحد ولا عندهم اي يعني احساس بالمساعدة، لكن هنا احنا في وسط اهلنا. هو انا سمعت عنها بس احنا عشان ضغط الشغل، لكن هروحها ان شاء الله بكره. وكمان وعدنا بجوله في السوق العتيقه في المدينه القديمه، علشان والفخار المشهوره بيه. فانا بصراحه متشوقه جدا ان انا اشوف، لان انا شفت في الاوتيل مشغولات فخاريه، يعني فكل ما اسال احنا اصلا بتوع الفخار، يعني فعايزه بقى اروح عشان اشتري كده شويه حاجات اللي عندي، فرصه لا تعوض، يعني لازم انزل واشتري الحاجات اللي موجوده فيها قوي. والمدينة اللي انتوا عايشين فيها دي مدينة تعتبر من أجمل مدن العالم. أنا رحت مدن كتير ورحت دول كتير، بجد هادية وجميلة ورايقة، وانتم شعب جميل جدا ومضياف، وكل اللي يجي عندكم هنا هيبقى مكسب، لأنه هيرتاح وهينبسط طول ما في المدينة دي ناس طيبين زيكم. ينفعش تيجي المغرب من غير ما تزور أسفي، المدينة دي مش واخدة حقها، حقيقي مش واخدة حقها، لانه يعني انا جيت المغرب كتير ما سمعتش عن اسفي. المره دي لما جابونا هنا في اسفي قلت لهم دي مدينه جديده انا ما شفتوهاش، فكان رد فعل اصحابنا المغاربه مش هتندمي، انت لما هتيجي اسفي مش ممكن مش هتجيها تاني، وكلامهم كان حقيقي، لان انا فعلا لما جيت لقيت المدينه جميله جميله جميله. يعني اوجه رساله لاي حد عايز يزور المغرب، ما ينفعش تتحسب انك زرت المغرب من غير ما تيجي اسفي. جامده بقى للمسؤولين، انا عايزه اقول لهم انتم عندكم مدينه كنز، كنز، اطلالاتها جميلة، ناسها جميلة، امكانيات البشر فيها قوية جدا، يجب استغلال هذه المدينة افضل من ذلك. المدينة دي ممكن تتعمل مدينة سياحية عالمية، بس وجهولها شوية اهتمام بالناس اللي فيها، هتعمل نقلة تانية خالص. خسارة عدم استثمارها الاستثمار الكافي. هو يمكن يجوز ان تكون الدولة عندها حاجات كتير اولويات، بس انتم انا في رأيي اولوية هذه المدينة، إذا أنا كدولة عايزة أستثمر هي تبقى بالنسبة لي أولوية، لأنها كمان لو تم الاهتمام بها جيدا هتجيب قد اللي هيتحط فيها 10 مرات، وحتى التسويق ليها في البروشورات الإعلامية، للي عايز يجي المغرب يحط بروشورات لأسفي، صور لأسفي. في الحالة دي يعني فعلا الدولة هتكسب من ورا ده 10 مرات قد الواحد اللي هتعمله. شكر واحد مش كفايه، يعني اقول شكر ايه كتير. شكر كتير خالص يعني، لكن عشان اقول شكرا بس لا، يبقى انا كمان ظالمه، انا كمان يبقى كله لا، اقول من كل قلبي انا بشكركم على حسن استقبالكم وحسن معاملتكم، وانتوا ناس جميله، ويعني بشويه اهتمام من الدوله بيكم مدينتكم الجميله دي يعني هتعملوا حاجات كتير، وتستحقوا كل الشكر والعرفان على استقبالكم لينا. شكرا. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.